ايش مصالح هسه خلينا نعطينا مجال. تقرير شنو؟ ها؟ بس اكيد دكتور تفتح لنا الاشاعات يا تم اخلاء المرضى الموجودين بالمستشفى والخدج، ومن المعروف انه المرضى الموجودين في الخدج حالتهم تكون حاله حرجه، وتعتبر ردهات الخدج من الردهات الحرجه ذات العنايه الفائقه. توفوا 4 من عندهم لاسباب تتعلق بامراض الصدر، والان بناء على توجيه دوله رئيس الوزراء الاستاذ محمد الشيع السوداني تشكيل لجان تحقيقيه. المستشفى كان سعه السريريه الاشغال السريري بكامل.